سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، سنقوم بحله معا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، أضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب. لدينا الشرب، الإنسان، التنظيف، الحيوان، النبات، دابولة. نعيد قراءة الكلمات: الشرب، الإنسان، إنسان، التنظيف، الحيوان، النبات، دابولة. الماء ضروري لحياة، جيد، الإنسان، إنسان، والحيوان، والنبات. إنسان، والحيوان، والنبات. يستعملها الإنسان في، جيد، في الشرب، والتنظيف، وغيرها. فإذا فقد الماء مات الحيوان و، جيد، دبل النبات. نعيد قراءة الفقرة: الماء ضروري لحياة الإنسان والحيوان والنبات. يستعملها الإنسان في الشرب والتنظيف وغيرها. فإذا فقد الماء مات الحيوان ودبل النبات. السؤال الثاني، اكتب صحيح أو خطأ أمام كل جملة. أرمي القمامة في المكان المخصص لها. أحسنتم، إجابة صحيحة. لا أحافظ على نظافة جسمي. خطأ، يجب المحافظة على نظافة جسمي. المساحات الخضراء ملك لجميع الناس. طبعا إجابة صحيحة. المساحات الخضراء تكسب المدينة منظرا قبيحا. خطأ، تكسب المدينة منظرا جميلا، فالمساحات الخضراء تزين الطبيعة. ليس للشجرة فوائد. خطأ، للشجرة فوائد كثيرة. سؤال ثالث، اذكر ثلاثة فوائد الشجرة. أولا، ماذا تعطينا الشجرة؟ أحسنتم، تعطينا الثمار. ماذا تعطينا كذلك؟ أحسنتم، تعطينا الظل. وكذلك، جيد، تزين الطبيعة. فوائد الشجرة ثلاثة، تعطينا الثمار والظل وتزين الطبيعة. السؤال الرابع والأخير، صنف الأعمال التالية في الخانة المناسبة من الجدول. لا أعرض الغابة للاحتراق. تعطينا الهواء النقي. تعطينا الثمار. تحفظ الأرض من الانزلاق. أشارك في حملات التشجير. لا أتلف أغصانها. فوائد الشجرة، واجبي نحو الشجرة. لا أعرض الغابة للاحتراق. أنا لا أعرض الغابة للاحتراق، واجبي. أحسنتم، لا أعرض الغابة للاحتراق. من واجبي أن لا أعرض الغابة للاحتراق. تعطينا الهواء النقي. الشجرة تعطينا الهواء النقي. فوائد الشجرة، تعطينا الهواء النقي. تعطينا الثمار.
الشجرة تعطينا الثمار، من فوائد الشجرة تعطينا الثمار. واصل. تحفظ الأرض من الانزلاق، الشجرة هي التي تحفظ الأرض من الانزلاق، هي من فوائد الشجرة تحفظ الأرض من الانزلاق. بقي لنا أشارك في حملات التشجير، أنا أشارك في حملات التشجير، من واجبي أن أشارك في حملات التشجير، من واجباتي نحو الشجرة. جيد، أشارك في حملات التشجير، حملات التشجير. بقية الأخيرة، لا أتلف أغصانها، أنا لا أتلف أغصانها، من واجبي أن لا أتلف أغصانها، إذن واجبي نحو الشجرة، أن لا أتلف أغصانها. القراءة، قراءة الصنفان، فوائد الشجرة تعطينا الهواء النقي، تعطينا الثمار، تحفظ الأرض من الانزلاق. واجبي نحو الشجرة، لا أعرض الغابة للاحتراق، لا أشارك في حملات التشجير، لا أتلف أغصانها. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الإشعارات، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.